أهلا بحضراتكم في مساء القاهرة، وسأبدأ بضيفي الذي انضم إلي الآن بعد قليل. سينضم إلينا السيد الدكتور خالد حنفي، وهو وزير البيئة، سينضم إلي بعد قليل. أما الآن فضيفي هو صاحب مشوار يستحق أن نتوقف أمامه، مشوار طويل بدأ بالملاكمة وانتهى بالاقتصاد. ضيفي صاحب القصة الحقيقية لفيلم النمر الأسود اللي قدمه الراحل الفنان أحمد زكي. هنكلمه عن سنوات طويلة قضاها في ألمانيا لغاية ما أصبح رئيس للبيت المصري في ألمانيا. هنكلمه عن علاقات مصر بألمانيا والإرهاب في أوروبا وحاجات كتيرة جدا هنبحث لها عن إجابة مع المستشار محمد عطية رئيس البيت المصري في ألمانيا. أهلا بحضرتك، منورنا في مساء القاهرة. أهلا وسهلا، شرفنا. لازم في البداية بقى كده مع المشاهدين نعرف الحكاية. حضرتك فعلا النمر الأسود الحقيقي؟ يعني أحمد زكي يمثل دورك في الحياة؟ أنا المصري الوحيد اللي في ألمانيا لعبت ملاكمة في نادي رسمي وفي الدوري الألماني. وطبعا القصة أعتقد معروفة، يعني اتقالت كم مرة كتير وكده. فعلا هي الرياضة الباب المظبوط اللي اتفتح لي واداني كل الفرص ان انا قدرت استغلها اقتصاديا وسياسيا في مساعدة بلدي وطبعا مساعدة نفسي. ولكن البداية كانت ازاي؟ يعني لما ركبت الطيارة من مصر وطلعت على ألمانيا كان ايه ملابسات الموضوع؟ البداية انا كنت هنا في مصر في نادي جزيرة، وكنت بمارس الملاكمة في نادي جزيرة مش بعيد عن هنا. وجات لي فكرة مع صديق ليا نسافر أوروبا، ورحنا طبعا الأول على إيطاليا، قعدنا 15 يوم في إيطاليا، وبعدين سافرنا على النمسا. في النمسا قالوا لي أصدقائي إن ممكن تاخد حظ حلو جدا ويساعدوك جدا هنا، بيساعدوا الرياضيين لو لعبت ملاكمة في نادي. انا طبعا انت عارف حضرتك زمان لما احنا هنا في مصر ونشوف الملاكمين والدوري الاوروبي وكده في التلفزيون حاجة جامدة، قلت له خليني الاول اشوف وبعدين اقول لك نكلم المسؤولين ولا لا. رحت وشفت وقلت لا طب نكلمه. رحت كلمتهم طبعا قال لي خلاص بكرة تيجي تتمرن معانا تجرب. قلت له خلاص بس انا معيش لبس. قال لي جايب لك لبس. بس ووضبوا لي فعلا كل حاجه ورحت فبتحرك انا كده طبعا، فعمل لي كده المدرب فشجعني. ومن وقتها مشيت بقى موضوع الملاكمه دوت، وخدت طبعا فرصتي وقدرت ان انا احصل بطولات كويسه. وبعدين جالي نادي اسمه باير ليفركوزن بتاع المانيا. قالوا لي تعالى معانا واحنا هندي لك فلوس كويسه وانت عارف الواحد شاب، وانا اصلا بحب المانيا من البدايه. فجت الظروف واتصلت بيهم تليفونيا كم مره ورحت المانيا، وفعلا التحق بالنادي في باير ليفركوزن وبدا المشوار الملاكمه عن طريق الرياضه. طبعا حضرتك عندك فرص كبيره تتعرفي بسياسيين دائما، رجال اعمال كبار. انا من عيله تجارية هنا في مصر، ووالدي كان عملة بلدنا في الشرقية، أنا شرقاوي من بلبيس. وطبعا قدرت أستغل أنا الفرص المتاحة ديت وأعمل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية وألمانيا. وبناء عليه بقى السياسية أيضا، لأن السياسة هي مفتاح الاقتصاد. إزاي بتقيم العلاقة بين مصر وألمانيا دلوقتي عاملة إزاي؟ العلاقة بين مصر وألمانيا كويسة جدا دائما، مش من دلوقتي، دائما. بس يعني ايه، انا طبعا من تجاربي في الحياة وتجاربي العملية والفعلية عارف ومقتنع ان كل دولة مفيش حاجة اسمها دولة عدو الدولة ولا دولة بتحبش دولة، كل واحد بيمثل، ايوه كل واحد بيمثل مصالحه. بس انا لما بغير قادر على التعامل معاه فبقول له عدوي. لا، اعرف الاول كيف تتعامل معاه، هو عاوز منك ايه، وقيم امكانياتك وقدراتك عشان تعرف تكلمه صح.
وده في أي مجال، سواء في السياسة، سواء في التجارة، سواء في الأعمال. علاوة على كده أن مصر محبوبة ومعروفة عالميا، مش من دلوقتي بس، ده من آلاف السنين. فمصر مقبولة، يعني أنا قوتي ولا الفرص اللي كانت بتتاح لي عشان أنا أصلا مصري، فبتديني قوة أن أنا واثق في كلامي وواثق في قدرتي لما بتعامل مع حد. أنا بس قبل ما يعني أطور كلامي في هذه النقطة والعلاقات المصرية الألمانية وأشياء أخرى كثيرة، أنا لسه بصراحة ما شبعتش من الكلام في موضوع أنك أنت النمر الأسود الحقيقي. أنت شفت الفيلم بتاع أحمد زكي؟ أنا طبعا شفت الفيلم بتاع أحمد زكي. قعدوا معاك قبل ما يعملوا الفيلم؟ طبعا قعد معايا الأستاذ عاطف سالم. أنا كان زمان بيجي، يعني برضو سبب معرفتي بالأستاذ عاطف سالم هو اللي هو المخرج، هو ان يوسف بيه ابو عوف كان رئيس جهاز الرياضه هنا، كان بيروح بوفود رياضيه تزور مصر، وفود من الوزاره، فبيقابل وزير الرياضه الالماني طبقا للبروتوكول. وزير الرياضه الالماني كنت انا اعرفه كويس جدا، لان انا كنت بلعب ملاكمه في النادي باير ليفركوزن، وعارفه كويس لان علاقاتي برضو انا مع الناس كبار ديت دائمه. فضرب لي تليفون قال لي ده يوسف بيه ابو عوف وزير الرياضه المصري هنا وجهاز معاه، وقلت له عليك وعايز يقابلك. رحت طبعا قابلته في النادي في الفندق اسمه برايتن بخاوف في ديزلدورف، وقعدت معاه وتعرفت يوسف بيه ابو عوف. بعد كده بدات بقى كل ما اجي مصر قابل يوسف بيه ابو عوف، فمره في نادي السيارات قعدنا مع بعض، وقال لي تابع اعرفك بقى بشخصيه كويسه، وعرفني بعاطف سالم، والاستاذ عاطف سالم قعد معايا وكلمني وقعد يتكلم يسالني على ازاي بدات وازاي ما حضرتك كده سالتيني وبس. يبقى انا قلت له بعمق شويه وقاعدين والساعات يوسف ابو عوف موجود. وبعدين بعديها باسبوعين كده بعد ما سافرت، انا جالي واحد من هنا من مصر مع واحد مخرج في التلفزيون الالماني في زد اف اسمه محمد عبد الله، وجم زاروني انا في مكتبي وعملوا معايا برضو لقاء وقعدوا يسالوني. طبعا حضرتك بعد كده طلع واحد من السويد مره قال له انا النمر الاسود. طب انت في السويد، ودي قصه واحد عايش في المانيا حاولوا ينتحلوا شخصيتك. مش دي حضرتك، لازم الانسان يتماشى مع الوضع، الواحد يعرف هو ايه واللي يتكلم. قعدت مع احمد زكي؟ لا، احمد زكي بعد كده قابلته يعني بعد كده في هيلتون رمسيس. بعد الفيلم بالعبة. انت ما شفت الفيلم كنت حس ان احمد زكي عرف يجسد شخصيتك؟ حسيت ان انت اللي شايف نفسك على الشاشه دلوقتي؟ طبعا دي شخصيتك. طبعا انا هو ايميلا كويس، وكان عاجبني جدا برضو احمد مظهر في حركاته في التدريب وبيتدرب معاه، يعني كان احمد مظهر عرف ياخد شخصيه المدرب. ايوه كان في احترافيه في تحركاته. حسيت فعلا انه المدرب. ايوه في البدايه حضرتك، انا بصراحه ربنا كده انا كنت بتكسف ان انا اقول انا النمر الاسود. ليه؟ اصل اول ما طلع وامه تقول له ايوه يا محمد ومن عيله فقيره وما بيعرفش يقرا ويكتب وكده، فانا قلت بلاش. ففايز الزمر كان في اياميها، كان الاستاذ فايز الزمر برضه مقدم برامج رياضيه، وكان صديق الله يرحمه وكان صديق ليا الله يرحمه برضه ممدوح فرج، كان عايش معايا في النمسا. ممدوح ايام انا كنت بلعب في النمسا، هو عرفني بفايز الزمر، والاستاذ فايز الزمر الله يرحمه قال لي تعالى اسمع بقى انا لازم اعمل لك حلقه. انا قلت له ايه، بس لما اتعرفت الموضوع بقى يعني خدوا جزء من الواقع وخلوا حاجات مش من الواقع، لوازم بقى الدراما والسينما والشاشه. هو شوف حضرتك، هو انا كنت في شركه باير بتاع ادويه مش ميكانيكي، ده هو خلاها شركه عامل ميكانيك وكده، مش ممكن يجيبني انا بالظبط، في حقوق بقى وكده لحاجه ثانيه. وبعدين ازاي هو بدأ برضه ماشي صح، لما حصل في خلاف واحد بالفرخه كده وكده، دي ما كانتش كده يعني، هو وضبها اكتر شويه، بس كان بيحصل خلاف. ليه بيحصل خلاف؟ لان انا قلت لهم عشان انا العب، انا عايز العب اشتغل برضه في الشركه عشان يدخل لي دخل زياده، ولما ارجع مصر بعدين اتعلمت بقى شغل. فكانوا قالوا لي خلاص، ادوني مكان في التصدير الخارجي، بس انا كنت اروح امضي وامشي بس عشان يعني اثبت وجودي وامشي اروح اتمرن. فكان اصحابي غيروا مني، زمايلي غيروا مني. ليه؟ انا كنت سهران معاهم طول الليل في الديسكو واقول لهم رايح اتمرن،
يعني فحصل نقاش بيننا وبين بعض واحنا قاعدين، فدي المشكله اللي حصلت، اللي استاذ عاطف سالم قال لك ايه وضربه زي معاه وكده والفرخه بس. لكن الهدف الاستراتيجي هو اي شاب مصري، اي شاب عامه سافر ويعتمد على نفسه ويحدد طريقه مظبوط ويعرف امكانياته وقدراته في اي مجال هينجح. اي حد، مش انا بس ولا غيري كله كده، بس المشكله هي ان انا اعرف اندي كويسه جدا في برنامجها واروح اعمل زيها، طب ما انا مش انت chasing the winner. أيوة. انك تشوف الشاطر ولا الكسبان في حاجه معينه وتمشي في نفس سكته. أيوة. على طول. أيوة. تقلده كوبي. اقلده كوبي. كده لا، ليه انا اقلده في نجاحه، في اسلوبه في العمل، في طريقه شخصيته. ايوه ايوه. في طريقه انا امكانياتي انا هنجح فيها برضه. عايز اكتر اكتر، ادني في مجالي برضه اشتغل فيه واكتر. وده دلوقتي احنا لازم نعمل كده في مصر. يعني مصر في نظري انا مفروض تكون من مقدمه دول العالم حاليا بكل امكانياتها الموجوده دلوقتي، الجغرافيه والاقتصاديه والجيوسياسيه وكل ده. هرجع تاني للعلاقات المصريه الالمانيه، وانت بطبيعتك انت عايش في الفتره اللي فاتت دي كلها في المانيا وبتتكلم مع الالمان ومع سواء شعب عادي او من المسؤولين، ازاي هم شايفين الحوادث الارهابيه اللي بدات تحصل مش بس في العالم العربي، ده توغلت في اوروبا؟ العالم كله حاليا، العالم كله حاليا عايش في صراع. هذا الصراع تتحكم فيه بعض الدول الكبرى مستغله امكانياتها الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه في ان ترغم بعض الدول ان تنفذ تعليماتها لمصالحها الشخصيه، لمصالح هذه الدول، مش هي ان هي عدوه هذه الدوله او عايزه تدمر هذه الدوله، بس بتمثل مصالحها زي جمعيات منظمات المجتمع المدني المنتشره على العالم. يعني 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 ما دي اخرى بتاخد تقارير وتودي تقارير اللي هي عايزاها، ديت بتبقى مخطط ليها. مخطط ليها. وانا بقول ان بالنسبه الى البيت المصري هو اتحاد عام الروابط المصريه في المانيا، وده مهم جدا جدا، الروابط والاتحادات والنوادي المصريه في الخارج. وعشان كده رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي عمل قانون اسمه قانون الهجره، لكي تستفيد الدولة من أبنائها في الخارج على كل المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمنية وكل. لكن في ألمانيا وخصوصا أن هم نفسهم ذاقوا مرارة الإرهاب في الداخل الألماني. أي. ما بقوش يقلقوا من العرب، ما بقوش يقلقوا من المسلمين؟ وانت موجود في الشارع في ألمانيا بتبقى يعني شايف الناس بتتكلم في ايه، بيقلقوا من مين؟ هل في فعلا حلقة من القلق ضد العرب وضد المسلمين؟ لا، هو مش ضد الإرهاب كعامة، لكن ضد المسلمين يعني في طبعا بعض الكتاب وبعض الإعلاميين بيحاولوا يأسلموا الموضوع، يقول الإسلاميين المتعصبين، لكن الإرهاب ده نطيق ينتج عن ضغوط سياسية خارجية وداخلية وناس بتلعب في الملعب. وده اللي انا بقوله برضه، هرجع واقول الاتحادات والروابط المصريه، عشان كده كنت بكلم حضرتك في ده، لازم نحاول ننسق معاهم ونستفيد من بعض ونتبادل الاراء. لان واحد زي انا عايش في المانيا، طبعا انا عارف زي ما حضرتك سالت كده بالسؤال ده مظبوط عن حق، ايوه انا عارف مظبوط الاتجاهات الموجوده، مين متبني بلادنا كده بيتكلم عنها كويس، مين بيحاول يسيء الى منطقتنا، فاحنا بنعرف نتعامل معاه هناك. ولذلك انا يعني ايه كنت عملت مقال مره في الاهرام من 12 سنه اسمه كلموهم بلسانهم. كلموهم بلسانهم. ايوه. يعني 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 انتوا دلوقتي عايزين حاجه من المانيا، ان الناس سمعنا معلومات خطا، طب
اسالني قول لي بيحصل ايه. انا هوضح لك الموضوع. زي الشاب اللي توفى دلوقتي اللي قتل في المانيا، وسمعت انا هوجة هنا برضو في مصر وعنه. طب ده قانون، ولازم الواحد لما يسال فيه يسال فيه صح. يسال صح من مين؟ يعرف صح من مين؟ من الناس اللي زي انا عايشين هناك. يعني لما بنروح السفاره مثلا او هنا محامين يروحوا من هنا ويقول لك كلمنا النائب العام، الموضوع مش عايز حاجه اسمها نائب عام. ده زي ما بيحصل في مصر، حته قتل دي بيدرسها النائب العام ويحول دي لو شاف فيها فعلا حاجات تحتاج الى قضاء الى القضاء، والقضاء بيمشي فيها بقى يثبت كل حاجة. عشان مصر تتكلم فيها لازم يطلبوا الدوشيه بتاع القضاء عشان يبقى عارف كل اللي قيل وقال ايه. لكن مش اروح اقابل النائب العام واقول قابلت النائب العام في المانيا وقال لي كذا، الكلام ما يدخلش الدماغ. خلينا بقى نصلح اخطائنا عشان نمشي صح. الكلام ما يدخلش الدماغ. انت شايف ان احنا بناخد اجراءات خطا في أيوة. قضايا أيوة. فبنضيع علينا حقوق. أيوة. المفروض ان احنا نلتزم بالاجراءات السليمه لكي نصل الى نتائج نريدها. حضرتك قلتيها بالظبط مظبوط كده. زي زمان يقولوا ديون مصر، وفد شعب يروح يجيب فلوس مصر من سويسرا ولا من لندن ولا من ده، هي مال الحكومة ومال قوانين البنوك. كل بنك فيه أسس وقوانين معينة، وعشان تطالب بحقوق لازم يكون عندك أحكام من هنا وتترجمها هنا وتعتمد هنا وتروح تفعلها هناك. لكن مش تروح تكلم بنك، تكلم بنك ايه؟ ده إهدار مال عام. كل واحد ياخد فلوس يصرفها يقول لك عشان يشوف فلوس مصر. يعني أخطاء كبيرة دي عايزين نعالجها، عشان إذ لم نغير ما نحن فيه فسنبقى على ما نحن عليه. يعني حضرتك بترى انه المفروض حينما نريد في مصر ان ناخذ اجراءات محدده في قضايا بعينها، نحن نتخذ الاساليب الخاطئه، نحن لا نتبع الاساليب الصحيحه، بالتالي بتضيع علينا حقوقنا في مصر. حضرتك بتوجه كلامك للمسؤولين. أيوة. ان هناك اجراءات اخرى ينبغي ان احنا نلتزم بيها. أيوة. لاننا نخاطبهم بلغتهم. أيوة. ما نعملش حوار الطرشان. أيوة. لو احنا كلمناهم بلغتنا وهم مش هيفهموا لغتنا فمش هنبقى بنسمع بعض. بالظبط صح. وانا مستعد اي مسؤول في اي حاجه في اللي انا بقوله ده يقعد معايا واقول له كده صح وكده غلط، واقنعه ان انا برضو في مسؤول لو في مسؤول هيسمع كده صح وكده غلط. انا بقالي كذا سنه اقول احنا عايزين نعمل حوار بين مصريين في الخارج اللي هم ممثلي، مش عايز اقول مصريين في الخارج 15 مليون، ممثلي الروابط والاتحادات مع ممثلي الوزارات المعنيه هنا، ونتحاور معا في مشاكل الوطن ايه هي وكيف نتعاون معا في حلها. احنا بنيجي نقعد هنا مثلا لما نيجي مؤتمرات يقوم كل وزير يقول كلمته الحلوه وبعد كده اللي احنا عارفينها اوريدي، اللي احنا عارفينها، وبعد كده واحنا عندنا صناعات كده وعايزين نعمل كذا وعايزين. انا ماليش دعوه عايز تعمل، انا ليا دعوه بالانتاج. ايه اللي يجي؟ كيف تدور عجله الانتاج في مصر حاليا؟ كيف تعمل المصانع المتوقفه حاليا؟ هو ده اللي هيحسن اقتصادنا. لكن اجي انا اقول دولار حول دولار، والنبي لو حولتك 100 سنه ما نفع. ازمه الدولار شايفها ازاي؟ في بعض منها مصطنع وفي بعض منها متوقف على العمل. انا عارف شركات قطاع اعمال، وانا مستشار شركات المانيه واوروبيه كبيره جدا، هي بتديهم الخامات، القطاع الخاص بيشتغل وديات موقفه، ولو اشتغلت الشركات دي وهم عارفين وانا معايا الاوراق اللي اقدر اثبتها رسميا، ممكن يعمل لا يقل عن 100 مليون جنيه مكسب صافي في السنه. هو دلوقتي متوقف لو هذه المصانع دارت عجلة انتاج، دارت عجلة انتاجها. ايوه. وليه المصانع دي تتوقف عجلات انتاجها؟ لان انا بتابع شغلي. اخر حاجة اقول ايه؟ مش لاقيين عملة نجيب الخامات. عملة ايه؟ مش قادر تجيب عملة. ازاي هتجيب خامات بمليون هتطلع 100 مليون؟ ايوه. لو هو ما عندوش العملة عشان يجيب الخامات ومو مليون هيعمل ايه؟ ما تدخلش في المخ حضرتك. ازاي ده دولة؟ ما هو مش مليون يجيب حاجة، ده دولة.
تبقى العمليه بقى غلط، بقى في غلط هنا. امال عمال اعمل مصانيع استراتيجيه هدخل الدخل بيها بعد 10 سنين و15 سنه، دلوقتي اصرف فيها فلوسي واسيب مصانعي واقفه دلوقتي؟ لا، اشغل نفسي واللي بيجي لي اعمل بيه. انا لازم اوزع نفسي، لازم يكون هناك تنظيم. تعتقد اهم مشكله اقتصاديه بتواجهها مصر ايه؟ اهم مشكله اقتصاديه هي الانتاج والتصدير. الانتاج، ان تدور عجله الانتاج في مصانعنا. بتدورش ليه؟ انا عارف شغلي وقايم ومستعد اقعد مع اي حد مسؤول واقول له واحد اتنين تلاته. مش انا بس اللي عارف، في ناس برضو عارفه، لكن الناس اللي عارفه دي بيشتغلوا هنا برضو او مراكزهم هنا ويخافوا يصرحوا بالحاجات دي. ليه؟ معرفش. لكن انا مش خايف من حاجه، انا عايز بره ومعتمد على نفسي ومش محتاج حد. لان عايز بس احسن في تدعيم بلدنا. الخطا هقول خطا لاني قادر اثبت ايه انا بمستندات رسميه. العلاقات المصريه الالمانيه تجاريا عامله ازاي؟ المانيا، مصر بابها مفتوح على مصرعيه، والمانيا اهلا وسهلا في بعض الحاجات خاصه بالدول الاوروبيه، لكن الباب مفتوح بين مصر والمانيا. لكن لازم اللي عايز يصلح حضرتك يصلح نفسه الاول، ما يصلحش الغريب. اما هو يصلح نفسه بيكون قادر على تسويق منتجاته الخارجيه. طب ما انا مستشار اقتصادي، انا عارف ازاي. طب هل سالني حد قال لي اني عن وانا وكتبت خطط اقتصاديه لكل الوزارات ولوزاره الهجره ولوزاره الخارجيه و و و حاجات هامه جدا. الغلط في مصر حاجه واحده، حضرتك ساعات تكتبي حاجه خطه معينه هم ياخدوا الموضوع وينفذوه. طب انا مش ضد ان انت تاخدي تنفذه، ما انا كاتبه عشان تنفذه، لكن اسالني وافهم انا. يعني انت بتقدم اقتراحات. ايوه. انت او غيرك يعني. أيوة. وهما ياخدوا الاقتراح ده ويعملوه بدون ما نقترح، بدون، وبالتالي ما عندهمش النوهاو، اليه التنفيذ. ما هو كل حاجه عايزه فكره واستراتيجيه واليه التنفيذ. هو عنده فكره، ده فكره حلوه عجبتني هعملها، واستراتيجيته عشان نعمل كذا كذا، لكن اليه التنفيذ بيخطئ فيها فما بيطلعش بامثل نتائج. ايوه، بيطلعش بامثل. هو لما يسالني خد فكرتي، خد اللي يعجبك منها وافعل ما تريد، بس اسمع. ودي حاجات كثيره وواقعه برضو. يعني هم ما بيسمعوش. ايوه. اقول لحضرتك ايه؟ انا اصل عايز اصلح الخطا، ولازم الواحد يكون قوي وقادر على مواجهه الحقيقه بمستندات رسميه وباخطاء فعليه. هقول لك حضرتك حاجه، في الحاله الاقتصاديه اللي بيقولوا عليها تعبانه دلوقتي دي، انا اصلا من بلبيس، قلت لحضرتك انا عايش في المانيا من 45 سنه، لكن بنزل مصر من 25 سنه، اروح مصر كل شهر تقريبا، باجي مصر وارجع المانيا. دلوقتي المده الاخيره دي انا ماشي في الشوارع حلوه ما بشوفهاش في المانيا، اتلي الرصيف متكسر، بعد اسبوعين ثلاثه ارجع اتلاقيه معمول تاني بخضره، امشي بعد شهرين ثلاثه سته مثلا بالكتير اتلاقيه اتكسر تاني. ايه ده؟ انا النهارده جاي من عشاء من رمضان، رصيف حضرتك في حته صحراويه متكسر ومعمول حواض للزرع. طب مش ده كله تمنه فلوس؟ وتقول لي انا معيش فلوس؟ معيش ايه؟ وتقول الميزانيه، طب ما هو ده اللي بيدمر الميزانيه. ما هي الحسابات دي بتروح فين؟ الفلوس؟ انا عايز اعرف بتروح فين؟ انا بقى عشان فاهم الشغل طبعا. بيجي لودر بالليل كده يروح ضرب الحته دي. وبعدين الحته دي. وبعدين تيجي شركه من الشركات يتكلموا المسؤول، هو شوف شارع بايظ عايز يتعمل، يقول له خد. هل في حد بيراقب؟
حد بيجيب الاوراق الرصيف ده اتعمل اخر مره امتى؟ ازاي؟ ويسالوا ليه عملتوه دلوقتي كده وليه بالطريقه دي؟ ما هو ده المحاسبه، لازم في رقابه. لازم في رقابه. رقابه والتصدي لاي فاسد مهما كان موقعه. مظبوط. شوفي حضرتك، لا يمكن رئيس واحد يعمل معجزات، اللي بيعمل معجزات هي الشعب. الشعب هو الذي يعمل. في ناس عندها نية وبتشتغل حلو بس قلة، والباقي ما حدش بيراقبه فبيعمل اللي عاوزه. واخد بال حضرتك؟ اقول لحضرتك ايه يعني، دي مشكلة في طيب. اي شغل يعني انا برضو لغايه دلوقتي يعني عاوز بس اعرف اكتر في العلاقات المصريه الالمانيه. أيوة. تجاريا احنا بنصدر ايه كمصريين لالمانيا؟ بناخد ايه من المانيا؟ الدنيا ماشيه بينا ازاي؟ احنا شغالين مع المانيا في كل المجالات. الزراعيه، الكيماويه، سواء ادويه سواء كيماويات سواء الماكينات كلها، اغلب المصانع اللي هنا برضو بتستورد من المانيا. في كل المجالات. ده في قطاع خاص وفي قطاع عام. القطاع العام بيعمل شغله طبعا عن طريق عروض بتجي له من الشركات، في وكلاء لهذه الشركات وبتشتغل. والمانيا اصلا حضرتك مش دايما المانيا اغلى سعر. في ناس وسطاء هم اللي بيغلوا الاسعار. بمعنى؟ يعني ممكن يبقى احيانا بضاعه مصريه اغلى من البضاعه الالمانيه. لا انا بتكلم على اللي يجي مثلا من المانيا. وممكن بضاعه مصريه كده، عشان كده ما بتصدرش. يعني تكون يعني بضاعه مصريه احنا بنصدرها بسعر اكتر من سعرها اللي موجود في المانيا، وبالتالي لا تلقى رواجا ولا نستطيع التصدير لالمانيا. مظبوط كده، مظبوط كده. يعني زي ايه يعني مثلا هديك مثال فعلا واقع فعلا. أنا زمان كنت وأنا براقب الأحوال الاقتصادية المصرية، اتلقيت إن في بطاطس كتير بتصدر إلى ألمانيا وأوروبا. وأسمع أقول لك إيه ده، في مرض في البطاطس وعشان كده تلاقوا البطاطس اللي جاية مصر مريضة وإيه ومش هندخلها ألمانيا. كل اللي جه بيقعد في المينا لغاية لما يبوظ ويترمي. الحاجات التجارية لها ألاعيب. يعني إيه ألاعيب؟ يعني في دولة من الدول عايزة تبيع لألمانيا، عندهم برضو ناسهم، يجوا يقول لك إيه ده الصندوق ده يثبتوا فيه وحش، حتى يثبت إن دوت صح باظت العملية كلها. يعني حصل حرب على البطاطس المصرية المصدرة لألمانيا. أيوة. فباظت العملية. باظت العملية ديت من ناحية. من ناحية تانية في شركات متخصصة، هم يزعلوا مني أنا أعرفهم أصلي، لكن مش مشكلة، المهم مصلحة الوطن. يعرضوا البطاطس مثلا بسعر أغلى من اللازم. طبعا محدش ياخد منه، بياخدوا من دول تانية. وأنا عارف الأسعار هنا في مصر رخيصة. طيب هو إيه اللي بيميز البطاطس المصرية تخلي مصر بتصدر لأوروبا بطاطس؟ البطاطس المصرية بتطلع في وقت خلاف اللي بيطلع في خلاف الوقت اللي فيه بطاطس اوروبا بتطلع. فبتغطي العجز في الانتاج الاوروبي. لكن ما اقدرش اقول البطاطس، ايوه البطاطس هنا المصريه كويسه وطعمها حلو عشان طبيعي وكده. لكن كده ولا كده، طب ما الشتله نفسها جايه من اوروبا. يعني كده ولا كده. لكن انا بقول لحضرتك فعليا. فعليا هو ان بتتزرع في وقت اوروبا ما بينفعش فيها هذا الوقت زرع البطاطس. وعشان كده بتصدر. لكن انا هرجع تاني لحضرتك على حته الاسعار. المكان المهم جدا هنا حته الصلاحيه، مكان الصلاحيه. انا لما شفت العمليات بتحصل كده فرحت قابلت الدكتور عاطف عبيد كان اياميها، قلت له دلوقتي انا عندي فكره هفك لكم مشكله البطاطس التعبانه دي. انا اعمل لكم مصنع مع شركة ألمانية لتصنيع نشا البطاطس من البطاطس اللي بتعطل وتترمي دي. كويس جدا. جبت شركة وقابلناه، وقابلنا الوزير
مطار الخطاب، ورحت زرنا الارض كم مره، كان رئيس مجلس اداره عبد الدائم الاحمدي، وطلبت منهم يجي عبد الدائم الاحمدي نفسه رئيس مجلس اداره معانا ويشوف المصنع ده ازاي في المانيا ومعمول ازاي ومنتج ازاي، الناس اللي هيشتغلوا معانا. واقتنع جدا وقدم تقريره وتمام. في هذا الوقت كنت انا والشركه الالمانيه داخلين بالنص، والحكومه هنا يعني بتدي الارض. قالوا بس احنا حاليا ما نقدرش نشتغل مع قطاع، ما فيش شغل تعاون بين القطاع العام مثلا او شركه حكوميه وقطاع خاص، لازم نعمل لها قانون. حتى اتعمل هذا القانون، كل واحد راح في مكانه وقامت ثوره وماتت العمليه وما عملهاش. انا بقى لما خدت المهندس عبد الدايم معايا المانيا سالته، قلت له البطاطس بكام؟ بتعملوا ايه؟ قلت له ازاي؟ قال لا، قلت له تعالى اوديك لاكبر مستورد بطاطس في المانيا. خدته فعلا واديته له، قعد يكلمه في الاسعار، قال لي ايه ده خطوره جدا، ده يعني نغتني. فرجع قال الدكتور عاطف عبيد الله يرحمه على العمليه دي، والناس بيأجروا مني الارض ملاليم. قال لا، ده انا دكتور عاطف انا هزرع، انا البطاطس هنزرعها مصلحيه ونصدرها احنا للراجل الكبير ده. زعلوا كلهم، فراح الدكتور عاطف قال طب علي عليهم 100% الايجار، قبلوا. ففي حاجات حضرتك الناس اللي بيعملوا عملي هم اللي عارفينه. فانا عايز مصر دلوقتي تركز على الناس العمليين مش اصحاب الالقاب. يعني انت شايف انه السوق الالماني في متسع لما هو مصري؟ شايف انه هناك اشياء ربما لو احنا استغلينا هذه المعلومات واستثمرنا هذه المعلومات بطريقة سليمة ممكن يبقى في معادلة تعاملنا مع المانيا فيها استيراد اكبر، او فيها مش استيراد، فيها تصدير اكبر؟ لانه الاستيراد دلوقتي من المانيا بالتاكيد هو الاكبر، وده بيثقل الفاتوره او فاتوره الميزانيه المصريه. هل ممكن يبقى في تصدير اكتر لالمانيا من مصر؟ ايوه، انا عملت خطه للتعاون بين المصريين في المانيا والغرف التجاريه واتحاد الصناعات والجهات الحكوميه المصريه، كيف نستفيد من المصريين في الخارج المنتشرين في كل مدن المانيا. انا مش هعتمد على واحد مستورد، ده انا عارف هسوق ازاي. وده اللي انا عايز اعمله برضو في السياحه. ما اعتمدش على شركات متخصصه في السياحه. امال اعمل ايه؟ ايوه، نتصل دايركت بشريك. لا، ما انا هقول لك كل حاجه، انا عايز اقعد معاهم على الترابيزه عشان اعرفهم ازاي نتصل بيه. اكمل لك بديت بس تقول لي الجمله. ايوه، نتصل بيه ناس متخصصين في مجال السياحه في المدن الصغيره اللي في المانيا، ودولت عايشين فيها مصريين مباشره كده. مباشره، ايوه، مش الشركات السياحيه الكبرى الموجوده في فرانكفورت. ايوه، المدن الالمانيه الصغيره. ايوه، نتجه اليها. ايوه، وتيجي الغرف، وتيجي الغرف، غرفه السياحه، بيجي وزاره السياحه، يجتمعوا مع بعض ويقولوا ازاي احنا نسوق شركتنا عشان تبقى قادره على يا اما تصدير منتجات اذا كانت انا خلطت بالسياحه، لو في السياحه مثلا، اذا كنا عايزين نجيب ناس سياح على هنا على مصر، اذا احنا ازاي نعمل الموضوع ده مع المصريين في الخارج. احنا بقى عارفين مين المصري في الخارج اللي فيه السياحه كويس، والمدينه دي فيها كام، 20,000 30,000 واحد، ازاي كذا، يبقى في تعاون بينه وبين غرفه السياحه ووزاره السياحه، بدل ما يصرفوا الفلوس على كم مغني وكم واحده ترقص ويروحوا كل سنه المعرض في برلين ويرجعوا، لا، يصرفوا الفلوس دي اعلانات للراجل الشاب الصغير اللي عايز يبدا حياته ده وعايز يشتغل وينجح. ها، اذا هو هيقدر يجيب ناس للسياحه وهيكون قادر على تغطية مصاريفه. ونفس الموضوع ده حضرتك
في تصدير منتجاتنا الزراعيه المعلبه والمش معلبه وكده بره. في سوق، في سوق لمنتجاتنا، لكن احنا اللي مش عارفين نستغل. مش عارفين ازاي؟ اه احنا عاوزين لكن مش عارفين ازاي. طب اسالوا اصحاب المعرفه. طب ازاي؟ ما لا ما انا طب ما ده شغلي حضرتك. ما انا شغلي وكتبت لهم، ما انا انا ده شغلي. ما انا شغلي. يعني النقطة الأولى، الخطوة الأولى منين؟ هقول لحضرتك ازاي؟ أنا مش عايز يعني الحمد لله مش عايز حاجة، لكن هقول لحضرتك ازاي؟ أردوغان ازاي بنى تركيا؟ الاقتصاد التركي دلوقتي. بكيفية استغلال والتعاون مع أبناء تركيا بره. هم اللي بنوا له تركيا. تركيا كانت مفلسة. ازاي؟ حضرتك بتروحي مجمع تركي كبير جدا، في كذا واحد تركي مشارك فيه. اللي بيدفع ايجار المجمع ده كله الشركات التجاريه المنتجه في تركيا. العاملين اللي بيشتغلوا هناك هم ابناء تركيا المقيمين في هذه المدينه. وقول لهم اسمعوا بقى، انت دلوقتي تعملوا مهياتكم وتشتغلوا، واللي يطلع بالنص، انتوا النص ومقر ده النص. المقر ده اللي بيقوم عليه زي ما اقول لحضرتك كده الغرف التجاريه واتحاد الصناعات، مش دول اللي بياخدوا من الشركات ديت كل سنه عضويه؟ طب يعملوا بالفلوس دي؟ بيصرفوها عشان الشركات مش الكبيره بس، الصغيره يكون ليها حق ايضا في التسويق. انت شايف انه مصر ما بتستغلش المصريين اللي في الخارج خالص، انه في بوتنشل او في يعني فيهم يعني قوه كبيره من الممكن استغلالها اذا تم فعلا استيعاب هؤلاء المصريين العاملين في الخارج. مظبوط. المصريين في الخارج يعملون في شتى المجالات وناس كويسه جدا، وهم جاليه كبيره يعني في الدول العربيه، هم جاليه كبيره جدا في الامارات. اعتقد في يمكن 2 مليون مصري في الامارات. مزبوط. في الكويت. مزبوط. في اوروبا في جاليه كبيره مصريه في المدن المختلف. حضرتك دي فعلا يعني يعني ايه محور هام جدا، مفروض الدوله تفكر كيف تستغله. طيب الدولة دلوقتي ما بتتكلم عن المصريين في الخارج بيبقى، وخصوصا الأيام اللي فاتت والفترة اللي فاتت وخصوصا مع أزمة الدولار، ما كناش بنتكلم غير في تحويلات المصريين. صح. من الخارج. وجهة النظر أو الزاوية دي اللي بتبص ليها الدولة للمصريين في الخارج إنه هي بس مستنية تحويلاتهم الدولارية للبنوك المصرية، هل ده صحيح؟ صحيح. بس يعني تبقى الدولة بتبص للمصريين في الخارج من خلال بس تحويلاتهم؟ ما هو الواقع، هما بيعملوا لهم ايه؟ بيعملوا لهم غير كده؟ لا المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض انا كنت قدمت للسفير محمد عرابي وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب أسبق حاليا، وعضو مجلس النواب حاليا، ورئيس برضو اللجنة الشؤون السياسية. خطة كاملة 2007، من 2007 وهو الحمد لله عايش صحته حلوة ويعلم ذلك، عن كيفية التعامل مع المصريين في الخارج. وطلبت أنه يجب أن يكون هناك اجتماع كل 6 أشهر بين السيد السفير والسادة ممثلي القنصليات مع ممثلين المصريين في الخارج لنتحاور معا في شؤون الوطن. ايه المشاكل اللي نقدر نتعامل معالجتها؟ ايه الافكار الجديده؟ ايه النهاوة اللي نقدر نجيبها لبلادنا؟ ومن هذا اللقاء سوف يتعرف السفير والساده القنصل من كل قنصليه على قدرات وامكانيات كل واحد قادر على ايه ومجاله ايه؟ عشان عندنا كنز بس احنا مش عارفين نستغله. عارفين. عارف حضرتك زي اللي بيعرف يسوق عربيه ومعاه فراري. طب هقول لك لا انا مش عايز الفراري. ليه يا ابني؟ لا انا عايز حمار. هيعرف يسوق. وبعدين عايز اتماشى ازاي بقى مع كبار. احنا النو هاو، النو هاو، النو هاو. ايوه اللي انا بعمل بنى النو هاو برضه لصناعات دوائيه وغيرها في مصر. اخبار الصناعات الدوائيه في مصر ايه؟
سكت. هتجيبي المجال يعني ممكن تكون احسن. يعني انا اللي ناقل صناعه الانسولين الى المصل واللقاح. و حصل مشاكل اياميها وكده ما اتعملتش بالطريقه المظبوطه. وقابلت الدكتور حاتم الجابل اياميها قلت له الراجل كويس جدا وزعل وحاسب الناس. طب انا ناقل لك نو هاو. فعلوا ازاي تنوم النو هاو وتستورد من الصين؟ يعني احنا بنستورد ايه؟ ماده فعاله من الصين قصدك ولا الدواء من الصين؟ لا ولا الايه؟ لا بيستوردوا كل التصنيع من الصين. كل تصنيع الدواء من الصين. ايوه العقد اللي انا كنت عامله دون علشان ده مصر بتستورد من الصين. ايوه بتستورد من كل حته اياميها ودلوقتي برضه. دلوقتي برضه هو في شركات مش عايز اقول الاسامي. ايوه مش من الصين طبعا، من هنا من الدنمارك او شركات تانية هما اللي مسيطرين على الانسولين. لكن انا عايز مش عايز احدد حاجه معينه. احنا مش عايزين نحدد حاجه معينه، لكن عايز اعرف هو ممكن صناعه الدواء في مصر تبقى زي صناعه الدواء في المانيا ان لم تكن افضل؟ بالظبط. عايز رقابه حكوميه مظبوطه. ليه؟ اصل كل دواء له نورم ونهاو معين تصنع بيه. لو استمرت تصنعي كده هو هتبداي تحسني وتعملي مظبوط وتقدري تصدري. لكن لما ما فيش في رقابه وتصنعي كل حاجه كده هوت انها بتتباع في مصر بس، يبقى مش هتقدري تصدري وتستفيدي من الدولار. مش هتقدري تصدري ليه؟ ايه الادويه اللي ممكن مصر تبرع في صناعتها؟ مصر ممكن تبرع في ادويه في تصنيع كتير حضرتك. زي ايه؟ يعني اديني مثال. كتير يعني كل انواع الادويه. كل انواع الادويه. يعني هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. في مرشحات اسمها مرشحات الغسيل الكلوي. ديت زمان كانت مصر خدت النهاو من شركه معينه من المانيا وتوقف المصنع. وجم قالوا لي تساعدنا. ليه؟ الخامات غالية جدا ما نقدرش. قلت لهم الشركة ايه كذا، رحت هناك جبت لهم 50% اقل من السعر الرسمي. وعملوا تعاقد ومشوا بقى كويس. بس بعد كده برضو زي اي شركة تانية مفيش رقابة، الواحد بيتوقف. هل حضرتك عندك مواعيد في الايام القادمة مع انت قاعد في مصر كم يوم الاول؟ انا مسافر يعني كمان 10 ايام كده. طيب هل حضرتك فعلا مرتب مواعيد مع مسؤولين مصريين من اجل نقل خبرتك؟ لا انا مش مرتب مواضيع، انا بعت لهم كل حاجه وعندهم كل حاجه. ده الكلام ده بقول لحضرتك ده من سنين. لا هل في لا في اي قعده شغل؟ لا. جاي مصر فسحه بس؟ لا إجازة؟ انا باجي من شغلي الخاص. لكن مش مع المسؤولين. لكن طيب. لكن انا مستعد اي مسؤول في جهه معينه نقعد نتكلم مع بعض واقول له رايي اهو دوكيومنتد بالورقه والقلم، مش بالكلام بالهواء. اهو قانون التامين الصحي اللي عاملين عليه هيصه ده والهيصه دي كلها. طب ما انا ترجمت القانون الالماني زمان وعملته مظبوط كده بس يتماشى، يعني اكن مش هو الحالي من المانيا من يوم ما بدات. طب هل عملت يعني جلسات مع نواب من البرلمان الحالي؟ انا اعرف كتير منهم. بس لسه ما اتكلمتش في حد مثلا من لجنه الصحه. لا في الحاجات دي لسه. اصل دولت شوف حضرتك. انا بحب الموضوع امشي على طول. هخش على النواب واكلم ده. انا بحب اتكلم مع صاحب الامر. يعني يجي ما المفروض النواب هما اللي بيشرعوا القوانين. مظبوط. بس انا بس دي مصنع اهو لازم يشتغل فورا دلوقتي. النواب هيتصل بده ونضيع وقت، لكن مش انا مستعد.
على العموم انا بتمنى هو يعني عندنا مصري من قلبه عايز يقدم خبرته وعايز يقدم النو هاو او الكيفيه لكثير من الصناعات المصريه اللي ممكن تغزو المانيا والعهد على الراوي اوروبا يعني كلها مش مصر اللي يمشي في المانيا في اوروبا يعني احنا لانه احنا الناس ما بتفكر يعني احنا هنعرف نصدر لاوروبا يعني احنا هنعرف نصدر لالمانيا ليه لا أيوة اللي بيقول كده ده يعني. اللي بيقول كده ده يجي يقعد معايا بقى ما هو قوي في مجاله وانا قوي في مجالي هقول له ازاي انا كمان ما نقعدش نرتكن ان احنا عندنا مشاكل اقتصاديه وان احنا نفكر يعني على قد الحفك مد رجليك لا بالعكس لا سدد سهمك الى المئذنة علك ان تصيب النخله يعني احنا قادرين على كل حاجه احنا قادرين على كل حاجه فعلا لو احنا عايزين نعمل حاجه بالتاكيد نقطه مهمه جدا حضرتك اتكلمت فيها وهي نقطه استفاده الدوله المصريه من المصريين العاملين في الخارج احنا عندنا خبرات في كل المجالات وفي كل الدول العربيه او غيرها ازاي نستفيد منهم ما ينفعش ان احنا نكون بنبص للمصريين في الخارج بحجم الدولارات اللي بيبعتوها علشان نحطها في البنوك المصريه ده شيء مهم اكيد ولكن ما ينفعش يبقى كل علاقتي بالمصريين في الخارج ان انا عاوزهم يحولوا دولاراتهم اعتقد ان عندنا وده يمكن مش اول لقاء في هذا المجال كان عندنا خبرات من لندن كانت قاعده معانا يمكن من شهور في هذا البرنامج واكتر من مره كانت نفس الشكوى عدم استغلال المصريين في الخارج من الدولة المصرية أعتقد إحنا محتاجين نتوقف بشدة عند هذا الموضوع لو إحنا محتاجين ننهض محتاجين نشوف كل الإمكانات المتاحة قدامنا وده حاجة مهمة وعنصر مهم جدا ليه بنغفله مش عارفة خبرة مصرية هي موجودة معانا أعتقد مجانا عايزة مجانا تقدم مش أنا بس زملائي كلهم مجانا نتاج نتاج تجربتها ونتاج خبرتها أتمنى من المسؤولين بتوعنا في مصر أتمنى من يهم الأمر أنه يستجيب تسمحيلي أنا وزيرة الهجرة الجديدة اللي جت انا اول ما جت رحت سلمت عليها تلاقيت بعض الاصدقاء عملوا معاها مشاكل كده انا حبيت اودب كده رحت سلمت عليها واديت لها برضو خطه اقتصاديه كيف نتعامل مع كيف نستفيد من امكانيات وقدرات المصريين في الخارج في هذه المجالات الزراعيه الصناعيه الامنيه كله حتى يومنا هذا ولا اسمع عنها حاجه أيام الوزيرة السابقة الأسبق إيش عبد الهادي جيت اديت لها خطة لتطوير الزراعة في مصر تطوير إنتاج زراعي في مصر اديتها لها وأنا قاعد راحت مكلمة المهندس الأستاذ أمينة باظة فورا وأنا قاعد ورحت ريح له واديتها له واتبسط فيها جدا وراح مكلم الأستاذ أيمن أبو حديد كان أياميها رئيس الفلوس المهم اتنفذ منها حاجة؟ نعم اتنفذ منها حاجة في الآخر؟ دلوقتي الدولة بتنفذ اللي أنا كتبته أياميها بس بينفذوه برضه زي ما هم عايزين طيب احنا نتمنى ما ننتظرش سنوات طوال علشان نستغل خبراتنا المصرية في الخارج ويا جماعة الناس يعني عندها استعداد أهو وببلاش ايوه يعني بس استجيبوا يعني مش انا بس كل زمايلي في الخارج عايزين يساعدوا البلد اللي انا شايفه وكثير من زمايلي حضرتك يعني ممكن تقوم بهذا الدور انك توصل كل من يريد ان يقوم بعرض خبرته وعرض افكاره من اجل تطوير الداخل المصري عارفين بعض تقدر تعمل ده ايوه طبعا ومش انا بس اي زميل يقدر يعمل ده بس اللي يقعد يقول انا مشكلتي كذا نعمل ايه انا وصلت صوت حضرتك على الهوا ده اللي اقدر عليه انا شكر جدا يا ريتني كنت صانعه قرار ولكن انا دوري قدرت اعمله واتمنى ان شاء الله كده يكون في استجابه لذلك وابقى فرحنا لو في استجابه اشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد عطيه رئيس البيت المصري بالمانيا نورتنا واشكرك شكرا جزيلا وانا معجبه جدا بحماسك الشديد من اجل مسانده مصر وانا اشكر حضرتك جدا طبعا واشكر البرنامج يعني اشكركم كل القائمين على البرنامج على الاهتمام فعلا
بكيفيه مواجهه الصعاب والمشاكل اللي بتواجه بلدنا، لان مش هي العمليه مش عمليه هتاف، مش عمليه كل يوم واحد يقول لي تحيا مصر تحيا مصر. اشتغل اشتغل. احنا بنحاول من قلبنا ان احنا يعني لو في ايدينا حاجه نعملها. أيوة. ومن قلبنا بجد احنا خايفين على البلد، ومن قلبنا نفسنا ان احنا ننهض وبقوه والحلول مش بعيده والحلول مش صعبه، بس المهم فعلا نستفيد بالامكانات المتاحه قدامنا. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. بعد الفاصل دكتور خالد فهمي وزير البيئه في ضيافه مساء القاهره.